للحظه نحن تو حتى نكملوا من هنا لاخر رمضان بحول الله باش نعطيهم معناتها الابتريد اللي صارت معناتها في عمليه الكنترول نتاع المقاهي بخصوص معناتها كان فتره اللي هي معناتها ولات عاده عامه في تونس ال 15 يوم الاولانيين نخدموا على اتفاق الاسعار ورقبه الاسعار المواد الاستهلاكيه نتاع اليوميه نتاعنا من خضر وغلال ومواد مدعمه وال 15 يوم الثانيه اللي هي تولي معناتها مراقبة الملابس الجاهزة والألعاب للأطفال ومعاهم مراقبة المقاهي هذه والتجاوزات اللي فما. اليوم نعرفوا الظروف المعيشية بالنسبة للعائلة التونسية والظروف الصعيبة اللي تتعدى بها. معناتها أقل حاجة اللي هو يدخل بشي حق كيفاش باش يتفرهد برا في الليل شوية باش يريح على روحه شوية بعد التعب وبعد الظروف اللي ويزيد يلقى غول آخر اللي اليوم ما تلقى كرسي كان بالسيف باش تلقاه. ومن غادي كما تبقى الاكتظاظ هذاك يولي اصحاب المقاهي هذوما يعملوا يفرضوا في القانون نتاعهم القانون الرجعي القانون بالنسبه ليه البيع مشروط يحد الكسب اللي بسيط غصبا على المستهلك وهذا راهو ممنوع وهذا راهو يعاقب عليه القانون وهذاك علاش نحن قاعدين نطالبوا الى اليوم حتى في مجلس نواب الشعب بتفعيل القانون اللي باش يحمي هالمستهلك شكون المستهلك؟ شكون المستهلك اللي هو ما يعرفوش اللي هو بيده السيد مستهلك معناتها نحاولوا كيفاش باش نحميوه ونحميوه مع العمليات هذيا العمليات هذوما تسميها البيع مشروط كل المستهلك معناتها ما نجمش نعطيك معناتها قهوه كان تهبط دابو زمان ولا بشقة البصل ولا تاخذ صحن حلو وتعمل البيع مشروط هذا يسمى بيع مشروط وهذا يمنع القانون اللي قاعدين نمشيو له احنا اليوم نحبوا نطبقوا حتى القانون معناتها في التسكير معناتها طالبين معناتها الغلق بالعمليات هذوما التجاوزات هذه طالبين حتى الغلق وهذا اللي باش ينجم يحمي المستهلك ويحمي التونسي كي ينجم يبدا يدور في بلاده يا خويا ويمشي للقهوه اللي يحب عليها ويقعد وين يحب هو ويستهلك اللي يحب هو جميل موش باش يشرط عليه يقول له لا نعطيك هذه بهديه ونعمل لك هذه بهديه وغادي انت ولا تفرض قانون نتاعك تولي تخرج قانون كل واحد باش يخرج قانون نتاعه وحده وداخل يخرج في التراث قانون نتاعه وحده وداخل يخرج انت ولا في الاسواق نتاعه وحده وداخل ما يحطش البنك حق نتاع الاسعار هذا وين باش نجموا نمشيو به وهذا اللي لازمنا نقاوموه كتوانسه الكل يد في يد اللي حولنا نقاوموه وهذاك اللي نحن طالبينه كمنظمه دفاع مستهلك عينا الارتفاع في الاسعار هذه تلقى وصلت معناتها دبل قيمه تلقاها باربع دينارات وصلنا نلقاو القهوة ب 7500 وصلنا لينا كاس سيتونات باللوز ب 8000 شوف اجي نقول لك اليوم هذوما اسعار راهم فما عادي الاسعار اللي هما اسعار محرمة باهي هذا واحد اثنين ان المطلوب منه السيد باش يحط الساعة الاسعار نتاعو افيشي داكوردو لان حسب خيار المستهلك معناتها وقتها فما قهوة باش تلقاها تبيع لك القهوة نتاعها بدينار ب 12 وتلقى قهوة أخرى يبيع لك بأربعة دينارات يخرق القانون اللي هو نتاع 12% ويقول له لا يا خويا باش نعطيك القهوة ب 12% أما ما نجم نعطيك القهوة كيف تهبط دبو زمان وتهبط الصحن الحلو هذه اللي هنا ممنوع وإذا حطيت له لافيشاج دو بري إذا حطيت السعر نتاعك ما عادش يهمه حتى المراقبة ما عندهاش الحق باش تدخل تنجم تخالفه في التاليفة نتاعه ماهيش محطوطة ماهيش معلقة ما فماش معناتها الكليون كي يدخل يلقاها فوق الطاولة نتاعه موجودة وهذيك اللعبه الكل في التاريخ غادي التاريخ تقع ب 300 فرنك ويجي يعمل لك يفكر ب 500 او ك 500 في الزوز 3000 4500 ولهنا نطلبوا المستهلك نتاعنا ديما مراجعه روحهم يثبت التكتيكي نتاعو يسال على السوق قبل ما يقعد ما انت باش ما تحليش السوق واللي يراوغ يقول له معناتها البيع المشروط يقول له معناتها نهبط دبو زمان قهوه يقول له دبو زمان ولا هبط صحن حلو هذاك يعلم عليه ونحن قاعدين نخدموا عليه ما نكذبش عليه كمنظمه دفاع المستهلك وان شاء الله في القريب العاجل باش نوصل منظمة تولي تتقبل الاشكاليات نتاع تونس الكل من بنزرت بنزرت اذا كان مشينا نجحنا في المشروع نتاعنا ان شاء الله اللي هو باش يكون معناتها مشروع بثلاث ارقام كما تطلب 197 كما تطلب 198 كما تنجم تطلب منظمة دفاع المستهلك ان شاء الله يحقق هذايا اكبر مراقب واكبر واحد اللي ينجم يوقف الشيء هذايا هو المستهلك هو بيه اذا نوصل نعمل في المقاطعة الذاتية وما نخليوش كل شيء يتعدى علينا ونرجع واعطيني التاريخ نتاعي واعطيني السكي نتاعي تزيد تطلب ما تفهمين من غادي نرجع فرد يد لازم نجم نصلحه معانا وقت نقول المراقبه اما راه باش نعملوا كان على المراقبه وكان على منظمه الدفاع المستهلك لازمها تتدخل وكان على كذا رانا ما نوصلوش نعمل حتى شيء لازمنا نحن فما ثقافه جديده لازم ترسخ في المستهلك التونسي باش نجم نصلحوا شيء وذيق عنده سنوات قاعد وساعة ساعة ترى انت فين فما امتداد معناتها يزيد يكثر اكثر تحسوه اثنين اكثر برشا اثنين لاحظنا معناتها التجاوزات كبيرة برشا في المقاعد وقد ما عملنا وقد ما كذا الحاجة الوحيدة اللي طالبينها هو القانون اللي يزيد يحمي المستهلك اللي طالبينه
الشهر ان شاء الله يتفقون عليه في القريب العاجل. لازم يكون حتى المستهلك نتاعنا في شرائه نتاعو، في قفته، في الخروج نتاعو، في اجداء الخدمات اللي هو يولي ريسبكت. البر علاش ريسبكت؟ علاش خويا سامحني علاش ريسبكت؟ هذا ما نقول لي ريسبكت المستهلك هذا البر علاش ريسبكت؟ كي نعاودوا نراجعوا نثبتوا امورنا ما نقتادوا نحن بالغرب، جينا نثبتوا نقاو القوانين صعيبه. يقول لك خويا انا خلينا عندي قانون، نقول لك بعضي خويا خلينا نطبق القانون وخلينا نهبط القانون. هذاك هو اللي باش نجم نحمي بيها انا المستهلك هذا. واذا حمدت المستهلك شكون المستهلك؟ هو انا وانت الاخر والاخر. هو بيدو سيد ما حتى يجيب شعار يقول كله انت بيدك مستهلك. ولاحظنا وفرنا حتى معناتها المحاضر موجوده في الاماكن الراقيه وفي الاماكن الشعبيه في الزيت. انا بالنسبه لي انا فما كلمه تتحط على الطاوله داير باقي نعمل عليها في نعمل عليها في لي كومنتير وقاعد ندخل فيها في اي وقت. اللي يجي يكتب لي طابل ريزيرفي، شنو طابل ريزيرفي؟ في قهوه تقول لي طابل ريزيرفي تقدر تختار فيهم بالوجوه؟ هذا وجوه حلو نحطوا هذاك والله اسمر شويه خايف والله من فضلك. وانت كل سياسي عايش داكود اللي يجي الناس كلها ما تجي تدخل قهوه قهوه مقهى عمومي هذا باش يدخل يقعد الشاي يترسم اللي حاسب بيه. انت مش تفرض عليه القانون نتاعك انت، هذا ممنوع. وهذا اللي نحبوا نصلحوه بحول الله، وبحول الله باش يتصلح راه. نعطيك حاجه شويه وقت باش تصلح.